اليوم الخوت من تكونوا بخير عاوتاني رجعت لكم فيديو جديد كما العاده داك اللايك ما تنساش مازال ما درتي لايك دابا غتكليك هذاك لايك ما سوقيش. المهم الخوت بلا ما نطول عليكم الفيديو بزاف حيت عارفكم ما كتبغيش المقدمه بزاف نبداو في الفيديو. ناري على بلان ترى خايبة تحلم عاود يبقى عليك بحال هاد البلان هاد ولكن صدمها وحق الرب صدمك خايبة ما بلانش وحق الله. هذه البنت بتاكل اشياء غريبه جدا وفواكه ولا مره شفتها بحياتي وانتم ايضا راح تكونوا ولا مره شفتوها بحياتكم. اوكي هذه شو هذه مثل عندنا في المغرب هذه اوه اربعه عطتها اربعه هذا مثل التين اوه سبعه اوكي شوف هذا اه هذا هو التين نعم هذه الفاكهه بارفه كم رقم كم عطتها اثنين اوه شكلها بشع ما حبيتها اوكي شو اوه عاوتاني هاد البنت هادي راه تهربوا ليا راه كتاكل كلشي اصاحبي انت دابا تجي حدا اللي كتفرش شي دابا تجي كتفرش تجي حدا راه غتاكل اغرب بنت راح تحط مكياج خلونا نشوفها ونشوف شكل المكياج هادي اسيويه طبعا راح تصدمنا اوكي الان عم تغسل وجهها او شوفوا معي حركات عم ضحك يعني عم ضحكنا وهي عم تعمل مكياج اوكي الان عم تحط او شوفوا معي هذا الشيء صارت بشرتك كثير براقه انا عم تحط هيك كونسيلر اسمه كونسيلر نعم خافي الهالات السوداء اسمه هذه باودر شوفوا معي وجهك كيف صار في اشراقه رائعه او كتير حلو واو حبيت او شوية اللي عم تلعب بها عم تضحك نحن نعمل هذه الحركة او ماي جاد شوفوا معي شكلها واو صارت كتير حلوة والله حبيت ياي كتير حلوة تدري على المكياج كي داير راه الهربه راه شي كي كانت في الاول شي كي ولات البنات بغيت نسولكم البنات اللي كيديروا المكياج يكتبوا رقم واحد في التعليقات والبنات اللي ما كيديروش المكياج يكتبوا رقم جوج يلاه كلشي يشارك شوفوا معي هذا الطفل الصغير كيف بيخوف شكله هذا الطفل الصغير عباره عن دميه شوفوا شكله كيف بيخوف والله هذا الشيء بيخوف كثير يا الله كانه شخص حقيقي او ماي جاد اللي لقى شي تفسير لهذا الفيديو هذا راه يشرح لنا هذا راه ماشي طفل حقيقي هذا راه غير مونيكا ولكن الشكل ديالها لاحظتو مزيان راه ديالها بحال شي طفل ديال بصح راه الخيال العلمي راه قربوا يخترعوا شي لعيبات هادو راه هربانين شوف سعدات والله يا سعدات ولكن بالرجل فاش غادي يكبر ويشوف هاد الفيديوهات والله يتغيتعقد من الاخر